سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. طولت عاوتاني الغيبه لاسباب صراحه كنت ماشي هي هذيك بسيشيكمون مورالمون مهم جميع النواحي ما كنتش هي هذيك لاسباب. اولا من شهر 12 وحنايا في كونفينمون كلشي ساد، لي ماغازا حتى لي زيكول كانوا حبسوا، يعني عاد بداو دابا. مهم كان كلشي الحياة ميتة وزادت، كانت صعيبة تلقيناها صراحة العائلة كاملة، أنه كان الموت ديال حبيبي الله يرحمه في هذا النهار، والله يعوضنا فيه في دوك الوليدات. ما غاديش ندخل لي ديتاي بزاف لأنني نقدر نبدا نبكي، ما بغيتش نبكي، بغيت صافي كدبش عليكم. دازت واحد 20 جوغ مور الموت ديالو، هو كاين هنا في ألمانيا، ومور هذيك 20 جوغ ما نكذبش عليكم كنت في عالم اخر. كنت مهم ما عرفت ايام، واحد الايام 20 يوم ما كنعسش مزيان، ما تخلطوا عليا جميع الاوجاع وكل شيء. الحمد لله الله يرحمه ويوسع عليه، وموراها مات عمي حتى هو لله يرحمه ويوسع عليه، ماشي كورونا بجوجهم، باش تعرفوا ان مي كيوصل الاجل ديالنا راه كيوصل لا كورونا لا مرض لا حتى شي حاجه، مي كيوصل الاجل ديالنا صافي راه كيوصل. والله يرحمهم جميعا، والله يرحم جميع الاموات يا ربي. بون بلا ما نطول عليكم، اليوم بغيت نشارك معكم واحد، بما انه سادين عندنا من شهر 12 ما كاين لي ماغازان حتى حاجه، يعني كلشي ساد، كاين غير اونلاين، وماشي كاع لي ماغازان كاينين اونلاين. مهم اغلبيه كاين اونلاين، ولكن ماشي بحال ملي كتمشي للماغازا وكتختاري شنو بغيتي وكتشوفي شنو بغيتي. الوغ هاد المرة غادي نهضر لكم على تسيوند أ. ألوغ تسيوند أ دارو واحد لوفخ أنك كتعيطي ليهم وكتكوموندي على حساب، كتقولهم لا طاي ولا واش نتي واش لبنتك ولا ولدك ولا مهم شنو بغيتي، وهما تيجمعولك اللي بغاو. المهم كيجمعولك هما اللي بغاو ونتي وزهرك. أنا شفت صراحة كاين اللي جاهم داكشي زوين وكاين اللي جاهم داكشي خايب. مهم انا اليوم غادي نشارك معكم صراحه، انا تعطلت باش كومونديت، ومين جيت نكوموندي بقيت كنقول راه بحال والو يجي فيا غير داكشي اللي بقى شايط. مهم انا ما كومونديتش ليا، ما كومونديناش لولدي، ما كومونديناش لراجلي، مي كوموندينا لولدي، قلنا سي با غاف الا جاتو هو شي حاجه خايبه ماشي مشكل. انا اليوم غادي نوريكم شنو جا في الزهر ديال ولدي. الوغ مهم كتخلصي 15 الاورو وهما كيجمعوا لك لي بياس اللي هما اختاروا. بغيتي تزيدي 10 اورو يعني 25 اورو كيديروا لك حتى الجاكيت، ولكن في الاخر قالوا لينا بلي ولاو هما تيديروا الجاكيت حيت صافي بدا دابا مابقاش البرد داكشي، فهاديك 15 اورو كيقدروا مثلا في بلاصه بول يديروا لك جاكيت. كاين اللي جاتو هاد القضيه وصافي غنوريكم دابا شنو زف. نوريكم اول حاجه اللي كان لابس نيت اليوم، او مهم لبسوا اليوم، لان اصلا هاد لي طاي خدينا له لا طاي هي شويه وافيه عليه، ماشي شي وافيه، ولكن الا ما لبسهمش هاد العام العام الجاي يقدروا يصغروا عليه، دونك قلت يلبسهم حتى في كيلبسهم في التكرفيص وفي كل شيء. الوغ هادي اول بياسه. ثاني حاجة جاتو هو هاد لو بول بلون، جاتو عاوتاني هادو، هادو صراحة هاد الربيع فيهم جوج، هادا وهادا بحال هكا في الصيف يلبسو، ماشي في الصيف بحال هكا في الربيع، ولا هذا يخرج يلعب، ولا هذا هاد لو بول تا هو هذا كان كيدير ب 13 اورو ثمنه الاصلي 13 اورو و حاجه اخرى هي هادو جوج تا هما ربيع ربيعين. كاين هذا كاين هذا،
هادو كان ثمنهم كيدير 8 أورو. غير هو مني مشي منين كوموندينها له قال لك راه ما بقاوش السراول، يعني في لاطاي ديال ولدي قال لك راه ما كاينش السراول. كنا سي با غاف حيت كيقدروا يديروا لك سروال واحد، سروال واحد. المهم نحاول نخلي لكم هنا وغادي نترجمهم لكم شنو دايرين في نورمالمون شنو كاد. المهم ما عقلتش اكزاكتومون، المهم اسمحوا لي. وهذه واحد لا شوميز بالبابيون، نمشيو نزوجو. بون هادي تقدر في الصيف تطوي ليها الكميمه، تلبس مع شي شورت ابيض تجي زوينه بلا 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 بابيون. بيان سور بابيون حتى يكون شي الا كانت شي مناسبه بحال هكا تطوى مع شورت ابيض تجي زوينه. واخر حاجه هي هاد لا شوميز، حتى هي ربيعيه شويه تبها غليظ. هادي هادي بشحال كانت كدير؟ كانت ب10 أورو. فوالا. وصراحه عجبوني لان ب15 أورو هادشي كامل شي حاجه توب. كاين اللي جا فيهم اكثر من هادشي زوين، وكاين اللي جا فيهم كفس من هادشي. دونك انت وزهرك وانت شنو هذيك اللي كتجمع لك داك النهار، فمن تحتي واش عندها لوغوش، عندها الخاطر تقلب لك واش. دونك هادشي اللي طاح في حويجات درامي. شحال من بياسة؟ 1 2 3 4 5 6، 7 الحوايج ب15 أورو. دونك شحال زوينه. كاين اللي جاهم دي فيديو، كاين اللي جاهم لي ماسك ديال التوب، لي بافيت. الوغ كو حنا مابقاوش عندنا لي باف، زعما مابقاش عندنا الحق نديرو لي بافيت ديال التوب. كاين اللي جاوه تقاشر، كاين اللي جاوه المهم كل واحد وشنو جا. كاين اللي جا داك شفت فيديو ديال دي هنايا دي يوتيوبرز الموند، مثلا كوموندات ليها ولراجلها ولولدها وهذا. وحده شفتها جا لراجلها دوك هادوك السراول اللي كيتلبسوا من التحت ديال البرد. المهم كل واحد وزهرو. حنايا صراحه كان خصهم يديروا لنا حتى لرامي شي سروال، ولكن هما قالوها لينا في الاول، قال لك لا طاي ديال رامي ما بقاوش فيها السراول. قلنا لهم سي با غاف صافي، هنا كيديروا غير لا طاي وشنو، واش بنت واش ولد واش هذا. وهذه هي لا فيديو ديال اليوم، نتمنى تعجبكم ونتمنى نرجع لكم. دي فوا كنبقى نقول يوتيوب صعيب، خصك تبقى دير افكار ومونتاج وهاد التخربيق هذا. ودي فوا كنقول نبقى ندير غير انستغرام، دي فوا كتجي باش تبارطاجي دغيا في لي ستوري شي حاجه ساهله، كتجي شي حاجه غابيدمون كتجي ساهله، لانك خصك ديري فيديو وخصو يكون فيه جوج دقائق، يعني خصو يكون فيه شويه متنوع ومونتاج وهذا وهادشي كيعكس. الوغ كو في لا ستوري كتقدري ديري غير دغيا. فوالا كانت هذه لا فيديو ديال اليوم، نتمنى تكون عجبتكم. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.